المرات القليلة ليتقدم. لعب كرة داخل منطقة الجزاء، تهيأت هذه خطيرة للشباب، تهيأت عبد الوهاب جعفر، محاولة تصويبه، الله الله. الشباب حيوية، نقلة جميلة سجل الشباب. هذا حسن معاذ من المرات القليلة لعبها ماوريسيو أفنسو. عبد الوهاب جعفر قال رافينيا هذه للتخصص، غيرت اتجاهها وسجل أول أهداف المباراة. قصة هدف يحكيها هنا رافينيا للشباب وفي الجوهر.